قمة اللافتات تلك التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ولعلا أبرز التوافق على الوقوف في وجه الغرب. بوتين وضيفه كيم حددا العديد من النقاط لزيادة التعاون بين بلديهما لا سيما عسكريا، وهو ما قوبل بالترقب بل بالقلق من قبل واشنطن وبالرفض من لندن التي طالبت بيونغ يانغ بإنهاء محادثاتها بشأن احتمال بيع أسلحة إلى موسكو. للمزيد أرحب بضيفي من واشنطن توماس جورج سيان المختص بالشؤون الأمريكية. أستاذ توماس أهلا بك بداية. واشنطن الخارجية الأمريكية قلقة من احتمالية التعاون العسكري ما بين روسيا وبيونغ يانغ، هل توضح كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدفع كوريا الشمالية ثمنا أو أن تدفع ثمنا كوريا الشمالية إذا ما أبرم صفقة أسلحة مع روسيا، وما هي التداعيات المحتملة لذلك؟ أولا يجب أن أقول أن عندما تقول قلقة أن تعني أنها تتعامل مع أشياء لا نعرفها بوجه التحديد أو لا تعرفها الخارجية الأمريكية أو وزارة الدفاع أو المخابرات الأمريكية بشكل أو آخر. الولايات المتحدة واشنطن تحديدا تحدثت عن احتمال تبادل عسكري أو نقل عسكري لبعض الأسلحة، وبالتأكيد تم الحديث عنها في لقاء القمة التي أشرتم إليه، ولكن هناك ما هي نوعية الأسلحة وكل هذه الأشياء ما زالت غير معروفة وغير محددة. وعندما نقول قلقة بمعنى أن موسكو أو روسيا تحاول أن تخرج من عزلتها وتحاول أن تعقد صفقات من جهة، ولكن القلق الأساسي أو التخوف الأساسي أن الجانب الآخر الذي يعد غالبا مجهولا أو طائشا في أغلب الأحوال لا أحد يحتمل ماذا يمكن أن يستفيد من هذا التعاون بشكل أو آخر، سواء كان فيما يتعلق بالأسلحة البالستية كما وهو معروف ومعلن عنه، أو ما يتم من صواريخ. وبالتحديد تم اللقاء ما بين بوتين والرئيس الكوري كوريا الشمالية في قاعدة فضاء، وتم التعرف على بعض الأجهزة أو التكنولوجيا. فبالتالي التخوف أو القلق أو في نفس الوقت يعني الحذر يأتي من كيفية التعاون وما سيمكن أن يكون تحديدا مصدر قلق بالنسبة ليس فقط الولايات المتحدة ولكن شرق آسيا بشكل أو آخر. لا، لكن أليس ذلك القلق له ما يبرره بشكل واضح؟ هناك تكنولوجيا عسكرية روسية، في المقابل هناك الذخيرة الكورية الشمالية. هذا تحديدا ما ربما يدفع واشنطن ومعها أطراف أخرى أن تقلق بشأن ذلك التعاون والتبادل الذي قد يقع ما بين الطرفين. يجب أن نقول تحديدا حتى لا أبالغ ولا كما نقول هنا لا نهون من الأمر، ولكن في نفس الوقت لا نهول من الأمر تحديدا، حتى أكون واضحا معك في تحديد المعالم هذا الاتفاق أو هذا التعاون أو هذه النوايا التي نحن نعرف كل هذه المعلومات من كما نقول هنا ما تم الإعلان عنه من سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الكوري. فبالتالي هناك ليس هناك معلومات متوفرة بشكل كاف. أما فيما يتعلق بالتسليح الكوري لروسيا أو الذخائر ففي لا شك يعد إذا كانت هناك يعني مادة ذخيرة أو مواد قتالية، كل هذه الأشياء بلا شك سواء كان في موضوع كوريا أو في موضوع الصين فيما كما قيل من قبل منذ شهور هناك قلق وهناك مخاوف ليس بأنها ستقلب مقاييس أو موازين القوة في أوكرانيا، ولكن هناك سيحصل اختلال ما في توزيع القوة أو في استعمال القوة التي قد تلحق الدمار بشكل أو آخر في المنطقة بشكل أو آخر. طيب، هذا فيما يتعلق بالذخيرة الكورية الشمالية، وأنت ترى أنها لن تغير كثيرا من قواعد اللعبة بالنسبة لروسيا في أوكرانيا.
ولن تغير من الاتجاه، ربما قد تطيل أمد الحرب، لكن حصول إذا ما تمكنت كوريا الشمالية من الحصول على تكنولوجيا عسكرية روسية، هذا الأمر كيف ربما سيغير من المعادلة والمواجهة وهي بين الحين والآخر، أي بيونغ يانغ تختبر صواريخ تزعج الولايات المتحدة الأمريكية وجيرانها تحديدا الجنوبية أي كوريا وكذلك اليابان. يجب أن أقول أن كوريا الشمالية بشكل خاص، يعني حتى لا أعمم الأشياء بين روسيا وكوريا الشمالية، كوريا الشمالية بشكل خاص كما هو معروف في الأوساط العسكرية والسياسية الاستراتيجية في الولايات المتحدة تحديدا تعد مصدر خطر، لأنه لا أحد يعرف كيف تتصرف بأسلحتها التي لديها، ولهذا هو مصدر القلق. يعني هناك نوع من قنوات الاتصال أو التواصل أو نوع من العقلانية موجودة متواجدة أو موجودة أو متوارثة في الصين أو في روسيا بشكل أو آخر، اتفقنا واختلفنا حول هذا الأمر، ولكن لا أحد يعرف كيف ستكون ضربة كوريا طائشة بشكل ملحوظ، ولهذا هو الترقب. ولكن في نفس الوقت يجب أن ننظر، إذا نظرنا الأمور بعيدا عن الجيوستراتيجية وقضايا الأسلحة والسياسة، يجب أن نقول أن هناك نوع من ماذا دفع بوتين أن يلجأ إلى كوريا الشمالية. أن عادة يعني معروف أن كوريا الشمالية لا أحد يلجأ إليها يعني. وبالتالي لجوء روسيا في حد ذاتها خطوة إلى الوراء بالنسبة لقوة روسيا والعظمة روسيا وقيصرة روسيا وكل هذه الأشياء. وبالتالي هناك نوع من، لا أريد أن يعني أعمم الأشياء ولا أسطح الأشياء، ولكن كما يقال في المنطقة العربية التم المدعوس على حيب الرغى. فبالتالي هناك نوع من خيب الرغى، فبالتالي هناك نوع من العزلة التي تخاصر الدولتين معا، ولكن يجب أن أكون هناك مخاطر من أن يتم، وتحديدا من جانب كوريا الشمالية، حتى لا أكون البعض قد يخالفك ربما الرأي في موضوع من التم على من، لك روسيا في نهاية المطاف دولة عظمى، وأنت أشرت أنها ربما في إطار السعي لفك العزلة الحصول على ذخائر، فبالتالي المقاربة هنا واسمح لي قد تكون في غير مكانها. يعني أنا لا أريد، أنا قلت المثل ولكن لم أحدد من هو المدعوس ومن هو الطرف الآخر، يعني وحتى أكون واضحا، ليس من عادتي أن أعمم الأشياء، ولا أريد أن أقول أن هناك، يعني عندما تم تقارب روسي صيني بالتأكيد كان مختلفا تماما ما حدث من تقارب روسي كوري بالتحديد، أو تقارب هندي روسي. وبالتالي هناك، نحن نتحدث عن رئيس أو دولة لا نعرف شيء عنها أصلا، ولا ليست الولايات المتحدة، ولا أريد أن أعمم الأشياء بالنسبة لكوريا الشمالية، ولكن أعرف كثير عن من هم الدول التي لها تعامل أصلا مع كوريا الشمالية. أنا أشكرك من واشنطن، توماس جورج سيانا المختص بالشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك.